من هنا ل 2040 بزاف ديال الدول ما غاديش يكون عندهم الماء الكافي باش يعيشوا. الانسان كيستهلك اكثر من 4 مليار مكعب يوميا، اللي هي تقريبا 1.3 مليون لتر في الثانيه. واش في خبرك باللي اكثر من 600 مليون طفل في العالم مهدد بالاسهال الحاد، الكوليرا، الشلل، وتقريبا 2 مليار شخص كيمرضوا او نصف مليون شخص كيموتوا بسبب المياه الملوثه. مصادر المياه كتدهور بسبب التلوث، الاكتظاظ السكاني، سوء استخدام الموارد والاحتباس الحراري. وهذا الشيء كيخلينا نواجهوا تحديات كثيره بسبب الاستهلاك اليومي ديالنا. اليوم إناكتوس المغرب وشركة المياه المعدنية والماس كيقدموا فرصة لشباب المغرب من خلال برنامج مروكو وارو الريس باش يخلقوا التغيير أو يساهموا بحلول مبدعة عندها علاقة مع إشكالية الماء. تابعونا باش تعرفوا أكثر على تفاصيل هذا البرنامج.